الناس دي كلها كل واحد فيهم ليه ميزة، يعني مش كلهم زي بعض. أنا بتني عملات وباكل مواس وباكل لحمة نية وبجر عربيات وبوقف على الإزاز وبنام على الإزاز برضو وبتعكو بإيدي وبحطه عليه. البودرة السامة بتأثر شفية، في بعض السموم تحول شفاف حاجة. باكل إزاز وباكل مواس ومسامير وبنام على الإزاز وبيكسر على أي حجارة. أول مرة حصل جنوشة في جسمي كان من حوالي سنتين، جربتها في عربية ميكروباص فالله أكبر عليها جريتها يعني. بعد كده بدأت أزود عربية وعربية لغاية ما وصلت لخمس عربيات. لما دايما الناس بتسمع كلمة خارق وبتسمع كلمة قدرة غير عادية دايما بيفتكروا ان هو بقى شخص ضخم جدا وعملاق والكلام ده. كل اللي سألوه لي يعني انت معاك الجن ومعكيش جن، يعني انا اول مره اشوف، يعني انا ما عنديش جن اصلا، انا اصلا بقرا قران وبسمع قران. في اللي بيقول لك انا شفت البحر ونايم ولا دست مش عارف على ايه نملايه وكسرت رجليها، كله كلام، بس في الاول وفي الاخر احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نعمل اي حاجه. مش كل واحد عنده القدره من عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى مديها له ان هو يقدر يعمل حاجه زي كده، يبقى مخاوي او عنده جن او كده، دي قدره من عند ربنا. قبل اي حاجه ربنا يوفقنا، قبل اي حاجه نقدر نعمل اي حاجه لمصر وندعم السياحه في مصر طبعا، ونقدر نعمل حاجه كويسه لمصر. وعايزين نعمل حاجه لدعم السياحه في البلد، او عايز افيد حاجه في بلدي باللي انا بعمله. القدرات دي اللي عندي مفيده طبعا في موضوع العروض بتاع السياحه وال يعني السياحة دي والعروض اللي احنا نعملها دي هتشد الناس كتير. في بعض اللي عندهم قدرات خارقة بيشتغلوا بالموضوعات دي في الأماكن السياحية وبيقدموا بها فقرات، وبالتالي هي بتعود عليهم بربح.